بسرعة. أوه شادي، كنت أحاول كسب صداقته. كان علي أن أعلم. أنت في المتجر يا محسن. أنا هنا أمي. إنه ذئب. لا تخف يا محسن، سأتصل بسامي. محسن، أعد الهاتف. لا أستطيع أمي، سوف يفترسني. أطلق النار الحريق. ليس حريقا ولكنها حالة طارئة. اكسر الزجاج. كيف يا أمي؟ نحن بعيدان جدا. لا أعلم، ارمي شيئا علي. لو كانت كرتي معي لركلتها. أحضرها، إنها خلف الطاولة. حسنا، سوف أحاول، ولكن أمامي فرصة واحدة. إنه مجمع غانم تجاري ثانية. إنذار كاذب آخر بالتأكيد يا سامي. محسن تجاوز حدوده. أمي، سامي لن يأتي لينقذنا. سيظن أنني أتظاهر ثانية وسأتعرض للافتراس كما حدث للصبي في قصة الذئب. سنموت كلانا. أنا آسف جدا أمي، كانت غلطتي. أنا من أطلق جهاز الإنذار، أردت أن أستعيد كرتي فقط. أوه محسن. إنه سامي، إنه سامي. احذر، سنقع. والآن محسن غانم لقد طفح الكيل. ماذا تفعلان هنا؟ لدينا ذئب هنا، انظر خلف الطاولة. إنها الحقيقة، نحن لا نتظاهر. ليس ذئبا، إنه ثعلب. ويبدو أنه مصاب. المسكين. أحضر العتلة أيمن. سامي، كنت خائفا جدا، ظننت أنك لن تأتي. نحن دائما نستجيب لإنذار الطوارئ حتى لو اعتقدنا أنه كاذب. لا تقلق، لن يؤذيك هذا يا صديقي الصغير. محسن، هيا عودوا إلى الحافلة. لماذا يظن تامر أنه يعرف كل شيء؟ الجو حار هنا. لماذا نستطيع فتح النوافذ؟ إذا فتحنا النوافذ فلن يؤدي المكيف عمله. إنه لا يعمل في جميع الأحوال، هذه هي المشكلة. لا مشكلة أبداً في المكيف. لماذا يشير المؤشر إذن إلى الجزء الأحمر من مقياس الحرارة؟ انظروا، دخان. لا، انزلوا جميعاً الآن. ابقوا بعيدين، سأتحقق من الأمر. لا، لا تفتح الغطاء، الهواء سيشعل النار. أنا أعرف ما أفعله. تامر، اتصل بالإطفائي سامي. حافلة تحترق. لا، حافلة تحترق. حافلة تحترق في مرتفعات أرض الأحلام. لابد أنها حافلة تامر، لقد أخذ الأطفال هناك هذا العصر. ماذا؟ لا وقت نضيعه. أحسنت بإخراج الجميع من الحافلة. ما كان الحريق ليكون بهذا السوء لو أنك لم تفتح الغطاء. حقا؟ متأكد؟ نعم،
تعلمت ذلك في التدريب هذا اليوم. وكذلك أنا. الهواء يزيد الحريق سوءا، أليس كذلك يا سامي؟ لهذا السبب طلبت منك ألا تفتحه. كان علي أن أستمع إلى نصيحتك. الحقيقة عدة أشخاص قدموا لي نصائح وأنا لم أصغي لأي منهم، آسف. من يريد أن نوصله؟ لن تتسع السيارة للجميع. سأتصل بفهد، من المؤكد أنه سيساعدنا. هناك، ها هو، أستطيع رؤيته، انظر يا تامر. أنت محق. اسمعوني جيدا، افتحوا الباب الخلفي واخرجوا، ابقوا هادئين. هذا ما تسميه بمناظر طبيعية؟ هل الجميع بخير؟ أظن ذلك. جيد، سأعود بالحافلة إلى الطريق وبعدها سنذهب إلى المدرسة. انظر ماذا يحدث، تسير. يجب أن نطلب المساعدة، لما لا نتصل بالإطفائي سامي؟ كنت لأفعل، لكني تركت هاتفي في الحافلة. أترك الأمر لي، رأيت هاتف فتحي في صندوق أدواته. حافلة السيد تامر على وشك السقوط عن حافة الجرف. حسناً، إلى الجرف. حافلة السيد تامر على وشك السقوط. لا وقت لتضييعه يا سامي. من قسم الإطفاء إلى فريق الإنقاذ الجبلي، سنحتاج لمساعدتك يا فهد. الوضع سيء سامي، لكن الحافلة على حافة الجرف تبدو مستقرة. علم يا فهد، نكاد نصل. إنه الإطفائي سامي. هل بقي أحد ما في الحافلة؟ لا أحد، كلنا بخير. حافلة المسكينة فقط في ورطة. ومحسن أيضا. حسناً، لنتصرف بسرعة. أيمن، فلنجر الحافلة. تراجعوا جميعاً، سنبدأ العمل. سامي بسرعة، بدأ الجرف ينهار. بسرعة. علم. سامي. شكرا لك. دولي تعتمد علينا، إنها في أيدٍ أمينة. لم يعد محسن غانم لتناول طعامه، يختبئ في مكان ما في المدينة. يجب أن نتصل بفهد يا سيدي، يستطيع الرؤية لأميال من مروحيته. فكرة جيدة سامي، وهذا يعني أن التدريب يمكن أن يستمر كما خططنا له. حسناً فاتن، هل هناك مكان لم تبحثوا فيه؟ في قسم الإطفاء. لا أظن أن محسن سيختبئ هناك. سنتفقده في كل الأحوال. إذن أنت لا تتكلمين. إنه صوت مروحية فهد. أتساءل ما هي الحالة الطارئة. هناك حريق معه، أنا أشم الرائحة. حسناً سيدي، الحريق جاهز، يمكنك بدء التدريب. رائع، حسناً، حان وقت إطلاق الإنذار. حسناً، لنبدأ العمل. لدينا حريق في برج التدريب، الحريق حاصر شخصاً في الطابق العلوي. سنحتاج إلى جوبيتر وفينوس في المهمة.
حظا موفقا لكم. سوف نخرجك بسرعة. لنقم بجولة فوق الشاطئ. انتظر. لا، انظر إلى برج التدريب، إنه محزن. من فهد إلى طاقم جوبيتر، انظر إلى أعلى البرج يا سامي. إنه محسن غانم، ماذا يفعل هناك؟ النجدة. أيمن، امنع الحريق من الانتشار. أماني، ثبت السيارة وارفع السلم. يا محسن، سامي قادم لإنقاذك. ألم أقل لكم؟ كنت واثقة بأنه في خطر. بسرعة يا سامي، أخرجني من هنا. بسكويت المربى. نحاول أن نرى ما بداخله، وهكذا انقلب فوقي. ولكنك تعلم أنه خطير، هل نسيت؟ أعلم، إنها غلطتي، أنا شجعته. حسناً، لا يهم، ما يهم الآن هو أن نبعده عنه. لا جدوى، إنه لا يتزحزح. اسمعها جيداً. صوت دقات. لنطلب المساعدة. لا تتركيني هنا أرجوك. ابقي هنا معه، سأحضر المساعدة. انجرف صندوق نحو الشاطئ ويصدر من داخله صوت. هذا أمر مريب. سامي انطلق بسرعة نحو الشاطئ، هناك صندوق غريب. سنبذل قصارى جهدنا، اطلب من أماني أن تراقبهم فقط يا سيدي. بسرعة بسرعة. لا يبدو يوما هادئا. إنهما هناك. من أماني إلى سامي. تكلمي يا أماني. إنني أراهما، إنهما قرب الصخور. شكرا أماني، نحن في طريقنا. أنا خائف. لا بأس يا فارس، سنخرجك قريبا. سارة، الآن عودي إلى المطعم مع فاتن. سارة، آسف لأنني قلت إنك لست مسلية. سألعب معك قريبا، أنا أعدك. ما ذلك الصوت سامي؟ لا أعلم حقا، لننهي الأمر بسرعة. يجب أن نرفع الصندوق عن فارس برفق شديد. ما رأيك يا فارس؟ نعم، تحررت. أياً كان ما بداخله، فقد أصبح ساخباً. هل تعرف صوته يشبه الساعات؟ الكثيرة. الكثير من المنبهات. نحن الآن نعلم ما في داخل الصناديق. ما كان هذا ليحدث لو أننا لم نجادلك أبي. آسف أبي، كان يجب أن أصغي إليك. اقترب يا بني، أحيانا عليك أن تكتشف مثل هذه الأمور وحدك. شكرا سامي، شكرا لك أيمن. هذا هو عمل. هيا يا صديقي، كف عن العبث، يجب أن تعود إلى البراري حيث كنت تعيش. هيا انطلق. لا بد أنك كنت تطعمه جيدا. انطلق.
لا أصدق عاد من جديد. ذلك الطائر يحب المكان هنا حقا. فريق الإنقاذ الجبلي ليس لإنقاذ الناس فقط. النجدة! النجدة! لا جدوى يا فاتن، فلا أحد يستطيع سماعك وأنت هنا. ماذا عن الصياد؟ إنه بعيد جدا يا فاتن، ومن المستحيل أن يسمعك. النجدة! النجدة! شمشوم؟ من الذي معه؟ ها؟ لا، هنا الطوارئ، ما الخدمة التي تريدها؟ أريد الإطفائية سامي من فضلك. ماذا؟ محسن عالق عند الجرف؟ هذا العمل لفريق الإنقاذ الجبلي السريع. سأخذ المروحية. أراك هناك. أيها الإطفائي سامي، أنا هنا. لا بأس يا محسن، لكن يجب أن تستمع جيدا إلى ما أقوله حتى أستطيع مساعدتك. مرحبا يا فهد. أولا سنحتاج إلى حبلين هنا. لا تقلق سامي، سأرسلها لك، أعني إلى الأسفل. حسنا يا محسن، سأرسل لك الحبل على الفور. أمسكته. يجب أن تدخل رأسك به يا محسن إلى أن يصبح حول ذراعيك. أنا بخير يا سامي، لقد أمسكته. أنت أمسك شمشوم. محسن، يجب وضع الحبل بإحكام يا محسن. آسف يا سامي، ظننت أنني أعرف ما أفعله وكنت مخطئا. لا يهم، أمسكت بك الآن. ارفعنا يا فهد.